مساء الخير، لأنه الفن هو عابر للحدود وبيفتح باب كتير كبير للحوار والتواصل. حبينا الليلة نجمع الفن من كذا طرف، الإنتاج التلفزيوني والسينمائي إن شاء الله، الغناء، التمثيل، وأيضا التأليف الموسيقي. بدي رحب بالمنتج أستاذ زياد شويري، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. نورتنا بعدها مع رابي عن النجم الكبير المصري العربي اللبناني جو روماني. أيوة. أو مين؟ نائل حرب ولا ماجد المصري؟ ماجد المصري. اهلا وسهلا فيك ماجد المصري، المؤلف الموسيقي الاستاذ خليل ابو عبيد، اهلا وسهلا فيك نورتنا، وصاحبه الصوت الرائع والراقي هلا القصير، اهلا وسهلا فيك. استاذ زياد، رح نحكي عن الدراما اكيد، وهذا شيء كثير بيجمعك انت وماجد، وعم تشتغلوا هلا سوا كثير من الاعمال. صندوق الفرجه شو مخبي ومنبلش؟ تحت إدارة زياد شويري، قدرت أونلاين برودكشن تفرض وجودها كمنافس بإنتاجات درامية كبيرة غزت الشاشة اللبنانية والعربية، ومنها عشق النساء وعلاقات خاصة وقصة حب. الإنتاج المشترك نجح، ولكن هل صار اليوم صعب ننتج مسلسل لبناني صافي؟ وهل زياد شويري السياسي السابق ومدير العديد من المحطات التلفزيونية والصحافة بيوافق على مقولة إنه المال وقتها بده يحدد شو هو الفن بينزع الطبخة؟ وزياد اللي ترك عالم السياسة والإدارة، ليه اليوم اسمه متداول وبقوة بعالم الإنتاج؟ أستاذ زياد، اشتغلت سياسة، كثير من اللبنانيين بيعرفوك بالسياسة، كنت نائب رئيس الحزب الديمقراطي. صحيح. ومن مؤسسينه، قدرت عدة محطات تلفزيونية عربية ولبنانية، واليوم عم تشتغل بالإنتاج الدرامي. إيه، تنوع كثير كبير، وبالرياضة كمان في شيء. وين لقيت حالك أكثر؟ لا اكيد انا يعني بمجال الدراما يعني اعتبر جديد، ولكن طبعا انا لقيت حالي بالمطرح اللي ربيت فيه، الجو اللي ربيت فيه. انا ربيت بجو اعلامي سياسي، وهيدا جو البيت من يعني طبعا ورثته من الوالد، أكيد. اللي هو الله يرحمه أنطوان شويري، اعلامي معروف وسياسي معروف. صح. وبالتالي هيدا الجو اللي تعودنا له بالدم، هيدا بدم كل لبناني يعني اصلا. اكيد قد ما بعدنا بضل حس انه في حنين لارجع للعمل السياسي. الفن قد ايه في سياسه، والسياسه قد ايه فيها فن؟ بتقلي شو، اثنيناتهم فيهم مشاكل كثير. بس بطبيعه الحال هلا بالوضع الحالي بالبلد طبعا ما في حياه سياسيه، بنعرف اللعبه الديمقراطيه معطله، وبالتالي الواحد يركز على الاعمال اللي ممكن تستهويه اكثر. ماجد المصري نورتنا، انت اصلا صرت ابن البلد. خلاص، لانه معظم وقتك عم بيكون طبعا بين لبنان ومصر، ولكن يعني كونك عم تمثل كذا مسلسل اليوم بذات الوقت، فحطيتك موجود بلبنان. صندوق الفرجه شو مخبي لماجد المصري ومنبلش؟ يلا بينا. من دون تعب أو ملل عم بيتنقل النجم ماجد المصري ما بين عمل درامي وآخر، وعم بيصير اسم المصري رقم صعب بالمعادلة الدرامية العربية المشتركة. بعد لعبة الموت وكلام على ورق وعلاقات خاصة، اليوم عم بيصور المغني والممثل قصة حب. فهل قصة حبه للدراما التلفزيونية أوقعت المصري بفخ خيانة السينما؟ وهل صار الغنى عشق قديم بيرجع له بس مش مستعد يرتبط فيه؟ لو مر يوم من العمر منك. ماجد، مقابل ثلاث اعمال تقريبا عربية، اعمال عربية مشتركة، عمل مصري، يعني كأنه الدراما العربية المشتركة سرقتك من الدراما المحلية المصرية ومن السينما حتى، لأنه بدايتك كانت بالسينما كمان. لا خالص، ما عايز اقول لك على حاجة، هي الدراما التلفزيونية بقت غزيرة جدا على مستوى الوطن العربي، اوكي؟ ومصر معروف ان هي يعني اكبر بلد بتنتج دراما على مستوى الوطن العربي، اوكي؟ صح.
موضوع ان هي الميكس اللي حصل ده، ده خلاص بقى موضه على مستوى العالم، حتى في الافلام العالميه وتلاقي يعني اغلب الافلام اللي بتاخد اوسكار دلوقتي هتلاقيها كلها فيها برضو ميكس، ما هياش مثلا افلام امريكيه او افلام فرنسيه او اوروبيه او لا، هي بتبقى افلام فيها مختلط، المختلط ده بقى موضه حتى في الافلام العالميه او في الدراما. اوكي، في مقوله دايما يعني بنسمعها واحنا لسه في بدايات لما اتعلمنا ندخل الوسط ده، يقول لك الدور بينادي صاحبه. اوكي، يعني الدور على الورق بينادي صاحبه، بينادي اللي هو يقدر يعمله. اوكي، فتلاقي الورق يلف 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 ويرجع لصاحبه او يرجع للي مش احيانا حياته. بيروح دور مش لصاحبه، بيبقى اختيار خاطئ بقى من المخرج والممثل والمنتج يعني بتبقى لما تدخل المحسوبيات ماجد، لما تدخل هيك او احيانا بنشوف ناس مش بمكانها الصحيح. لا صدقيني، مش المحسوبيات ما بقلهاش مكان دلوقتي خلاص، ما فيش اصل الشاشه ما بترحمش. الشاشه ما بترحمش، ابن فلان او بنت فلان او عمه فلان أو صديقة فلان بيشتغل، ولكن ما بيبقاش هو المين بتاع الموضوع. ما تقدريش تفرضي حد على الناس. ليه؟ لأن حتى لو المنتج يعني مثلا لنفرض مثلا الأستاذ زياد مثلا عنده مثلا ابنه أو ابن أخوه أو صديقه أو أي شيء وعايز يعمله بطل مسلسل، أوكي اعمله بطل مسلسل، انتج له بس شاطر، روح بقى اعرف بيع للقنوات بعد كده، فالقنوات يقولوا مين ده؟ ما بيعرفش. لا لا ازاي ده؟ أقول له ما بيعرفش، معلش مش هيقدر، فهيخسر، عارفه ازاي؟ فدي ما فيهاش مجامله، لكن ممكن يجامله ان هو اي منتج او مخرج او whatever عايز يجامل حد بيجامله بحاجه بسيطه، لكن ما يقدرش يشيله مسؤوليه عمل بيكلف ارقام كبيره، ما ينفعش لان دي مسؤوليه. فعايز اقول ان الدراما ما سرقتنيش ولا حاجه، بس هي الادوار مغريه، ادوار حلوه، عارفه ازاي؟ ومختلفه، فانا دايما يعني متعتي انا كفنان اني اعمل دور مختلف. هيدا تشالنج، يعني هيدا التحدي. مش اكتر والله. خليل اهلا وسهلا فيك حضرتك، ريبورتاج ونبلش. بعصر اليوم صارت الوسامه بلا موهبه للاسف بتكفي لصناعه نجم، ولكن مع ضيفنا اسم الله كاملة معه، بيملك الصوت الحلو، السقافة الأكاديمية الموسيقية والشكل الجميل، يعني ما ناقصه شي. عم بتنا عيوني لتنام، سهرني كتير الغرام. من فترة مش بعيدة أصدر أول عمل غنائي إله، ولكن ليش تأخر؟ هل كان نوع من التكتيك أم لاقى أنه الغنى بطعم خبز أكتر من تعليمه؟ خليل، الغناء بطعم خبز اليوم أكثر من تعليم أصول الغناء؟ كل شيء بطعم خبز بمحل معين، ولكن أصلاً الفن بشكل عام مش بشكل مباشر مفروض يطعم خبز، يعني في شوي مفاهيم خاطئة بهالموضوع. إذا بنى الفن على أساس أنه يكون مهنة، فهون رح نوقع بمشكلة ببروبلماتيك أساسية، أنه هذا اللي عم بيصير هلأ، انه عم بيصير الهدف انه نعمل لحتى نبيع، وهذا عم بيشوه. انا برايي كيف بدك تعيش؟ كيف بده يعيش الفنان؟ ما هي مهنته. في شيء كانوا بالزمانات يسموه الصنعه. يعني من يملك الصنعه هذا كان يعتبر فنان، اما اليوم بس عم تتحول لمهنه هدفها الاول انه تطلع مصاري، هون عم بيصير المشكل. اكيد الفنان بده يعيش من فنه، ولكن الفنان وقتها بيكون أصحاب المهنة عم يشتغلوا مهنتهم، بتبطل أصلاً مسألة المادة تطرح، لأنه رح يكون الفن هو عم ينتج من حاله ويغذي حاله بحاله. أما بس صرنا عم نميز بين الصنعة وبين المهنة، صرنا عم نفوت بحيطان كبيرة، لأنه عم نلاقي أنه الفن صار عم بيفوت عليه ظواهر غير فنية، عم بيفوت عليه أصوات غريبة، عم بيفوت عليه كلام غريب، أغاني غريبة ما بتنتمي لثقافتنا. هون عم بيكون المشكل. بارازيت رح نحكي عن هيدا الشيء البارازيت بعد شوي. بدي اقول لك مبروك على بعضهم، هيدا الالبوم اللي صدر مؤخرا، وقعته مؤخرا وللاسف ما قدرت تكون لاسباب قاهره، ولكن كثير حلو وكثير راقي، وعلى اي تيونز اخذ نسبه استماع كثير 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 عاليه. الحمد لله. فمن اقول لك الف مبروك، هيدا دليل انه الفن الراقي بيوصل والناس بتحبه. يعني هو اخذ طبعا اخذ ريت عاليه، بس احنا ما اخذناش هدايا. هلا وينهم؟ وين بس لالي؟ لا 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 هلا انا برق لك، رجع هو بعدين.
قليل قطعه يعني مقطوعه هلا استاذ زياد بما انه كان موجود وهيك فسيت معه بس الناس اللي كانوا مقصرين يعني هودي جبنا لهم سيديات واستاذ ماجد كنا سوا على البوت كنا بلجنه حكم فظيعه على البوت على فكره اوكي يلا بنرجع بعدين ملحوقه هالة القصير اهلا وسهلا فيك نورتينا صندوق الفرجه شو مخبي لك يا هالة ومنبلش وسطرول الصبح لقيته خيال وكلام في الحب هالة القصير من أول إطلالة إلى ببرنامج The Voice بموسمه الثاني برموا كراسي لجنة الحكم الأربعة وبرم معهم رؤوس كل المشاهدين بسبب صوتها الرائع وأداء المتمكن وثقتها بنفسها وموهبتها في يوم وليلة هالة القصير كانت من نصيب فريق فارس الغناء العربي عاصل حلاني ولكن اليوم هل هو صار من نصيبه بتعامل قريب؟ هلا انت اليوم ببيروت لتطلقي اغنيه يا زمان صحيح من الحان الفنان عاصل حلاني هل هيدي هي فرصه العمر اللي حكيتي عنها قلت ناطره فرصه العمر يعني هلا صرت بامن انه في اكثر من فرصه ممكن تيجي بالعمر يعني الفرصه الاولى الحمد لله حققتها امبارح كنت عم اقول اي اجتماع بيكون او اي تعامل بيكون بيني وبين استاذ عاصي عم بيوصلني لنجاح جديد وعم اعتبره فرصه عمر جديده فاكيد هاي الاغنيه بعتبرها فرصه عمر جديده اكيد وان شاء الله قريبا نسمعها ان شاء الله اكيد ان شاء الله وهلا شو بدنا نسمع هلا بدنا نسمع انا بعشقك يلا كلنا سمع Hi.
منه موافق معي تفضل. لا ليش شريره انت؟ ليك البابا موس البابا خلي البابا يصح لما بستر بابا شفته صار البابا بح. شوفيني وشوفي احزاني بغفي جرح بيوع التاني او شوفي كيف الدوا بيخلق من قلب مجروح أو ما بدي دقوا للجرح أو ما بدي دقوا للجرح أنا بدي أنا بدي أنا بدي جرحي يداويني. ثانك يو. حلو كثير حلو حلو الجرح يداوي او لك الجرح بداوي هو احلى شيء وقت الجرح بداوي ما في شيء يداوي غير الجرح بداوي. نرجع على الانتاج نرجع على عند المنتج استاذ زياد شويري الراي النهائي باي ممثل لاي دور لأنه من شوي ماجد حكى أنه الورق بعيت للممثل صحيح. عند مين الرأي؟ عند المخرج؟ عند المنتج؟ عند مين؟ عند ناس متخصصين؟ هلأ عادة حسب الإنتاج وشركة الإنتاج بس أنا من النوع يعني اللي بتشاور مع المخرج والكاتب قبل اختيار حدا يعني هيدا بصير قرار مشترك احيانا بيصير في هيك مواقف مختلفه يعني حول بعض الممثلين طبعا بالاخير المنتج بده يحسم الموضوع لكونه هو كونه هو اي طبعا كونه الممول مش بس الممول صاحب العمل عارف كيف بده يسوقه عارف الوجهه تبعيته يعني انا وقت اقول بدي اختار ماجد المصري عارف اهميه ماجد المصري ان كان بالتسويق على مستوى لبنان على مستوى الخليج على مستوى مصر بعرف أهمية هيدا الاسم للعمل تبعي وممكن هون يكون في رأي آخر للمخرج بس عادة أنا باخذ وبعطي هذا الموضوع بس يقال إنه رأس المال لما يدخل على الفن بيخربه
ينزعوا. ويقال انه المنتج هو انه فنان، هو تاجر. لا معلش معلش انا معلش نعطيك انا لا معلش تفضل قولي راس المال. راس المال يعني الفن من غير راس مال برضه مش هيوصل للناس كلها، مش هيوصل للناس كلها. في فن عندي يعني، انا عندي مشروع مثلا، عندي مشروع فيلم، عندي لحن، عندي حاجه مهمه ومعيش مصاري، معيش فلوس ان انا اعمل ده كويس. لو راس المال هنا ما بيجي يكمل لي ده، هو بيديني البوشنج ان انا انتشر على مستوى الوطن العربي. كتير صح اللي عم تقوله، هم بيكملوا بعض. مال من غير فن ما ينفعش، فن من غير مال ما ينفعش. صح ماجد، بس نحن اللي عم نقوله اوكي راس المال كتير مهم، الفن كتير مهم، يعني اللي بياخذ القرار يعني يفسده. لا مش يفسد، رأس المال يفسد. يفسد يعني بمعنى أنه المنتج لما يأخذ هو القرار طب هو وين وجهة النظر الفنية اللي عنده؟ بس مش الكاتب، هو الراجل مش المخرج، أنا بأخذ رأي المخرج، مش ناس بالنتيجة متخصصين بالنتيجة. أول شيء يعني بالكاستينج، مش بالضرورة المنتج هو تاجر، يعني المنتج ممكن يكون عنده خلفية فنية وثقافية كافية يعرف شو خياراته. اثنين أكيد مثل ما قلت قبل، في قرار للمخرج، في قرار للكاتب، في رأي. أحيانا الكاتب بيكون شايف الكاركتر بطريقة مختلفة، هو بالنتيجة اللي عمل هذا النص له رأي كمان بهذا الموضوع. بس بالأخير في قرار تسويقي بالنتيجة، بدي أعرف أنا هيدي وين التارجت تبعي، شو الهدف، أنا وين بدي وصل هذا العمل، وعلى ضوءه بدي أختار. يعني هذا القرار التسويقي ما عم بيضوي على مواهب وبيحجب مواهب؟ والله يعني اذا بنحكي بلبنان، الممثلات البارزات في العالم العربي اللي عم ياخذوا دور بطوله هن كم اسم، ولكن في ممثلات رائعات قاعدين ببيوتهم مش ما عم ياخذوا الادوار التي تليق بموهبتهم. وماجد منه موافق معي، تفضل. لا ما انا حاولك على حاجه، كل واحد بياخذ وقته. ايه كويس، يعني الواحد بياخذ وقته في الفتره اللي هو بيظهر فيها كويس. إن كان محظوظ بيظهر في وقت كويس يقدر ياخد نجوميته فيها، لو كان مش محظوظ هيظهر في وقت فيه كم، أو تقدري تقولي هو ما هواش، هو ما هواش ستيل مختلف عن الموجودين. لو هو مختلف هيبقى مميز في منطقته أو له منطقة معينة بيتألق فيها، لكن لو هو زي الموجودين أو شكل الموجودين فبيبقى الطلب عليه مش كتير قوي. عارفة ازاي؟ فمفيش حد موهوب بيقعد في بيته. لا لا صحيح، كرمال اختم هيدا المحور. ما فيش حد موهوب يقعد ببيته؟ لا اكيد، لانه المحسوبيات قديش بتحكم اليوم؟ المحسوبيات بتقلك شو، ما انا يعني ما بعرف، انا بحكي اللي معي، يعني اللي معي ما في محسوبيات، لانه انا تقريبا اشتغلت مع اكثريه الممثلين بلبنان، يعني كلهم كان عندهم فرص بالاعمال اللي عم بعملها، ودائما في تغيير. هلا احيانا بيشوفوا في بعض الوجوه الجديده عم بركز عليها، ايه هيدا عم ركز عليها عن قصد، لانه انا بالنتيجه عم بستثمر بهذه الوجوه، بدي اعمل نجوم. انا في معتبر في جيل معين بالشباب وبالصبايا تحت ال 27 28 سنه مفقود عنا، ما عنا وجوه كافيه بهذا العمر، وانا علي انه ركز على بعض الاسماء تطلعها، وفعلا عم ننجح. يعني في عده اسماء هلا بالاعمال الاخيره اللي عملتها نجحت ونجمت وصارت عم تنطلب. يشهد لك على كل حال استاذ زياد شوي انه اطلقت مجموعه اسماء، بس انا كمان شغلتي يعني اسال الناس عم تساله، يعني لانه هيدا شيء يتداول. يعني اسمع هالغنية خليل. ماجد كثير انبسط. انا بعشق الاغنيه دي. بيعشقها لهالشيء. ليش شريره انت؟ انت ما بتحب هذا النوع من الاغاني. هذا موضوع ثاني. وهذا النوع اللي كنت عم تقصد عليه بالبدايه انه مش من النوع اللي بتنتمي له، او هيدي الموجه اللي انت بتحاربها. خلينا نوضح شغله، هذه مش موجه انا بحاربها. الفن اذواق. هيدي واضحه. ولكن يلي بس انا عم جربت اني افسره باكثر من محل، انه ما تخلوا الموسيقى الدخيله على السقفات تلغي السقفات. يعني هيدي الموسيقى يلي تسمى الموسيقى السوحليه السوريه، هذا لون قائم بحد ذاته، ما حدا بيقرب عليه، لانه هيك بيغنوا الجماعه، هيك صوتهم، هيك. وهو هذا شيء حلو. انتبهي، انا يعني في ناس فهمت مرات انه انا كانه عم اقول هذا الفن منه حلو. لا، هذا الفن
انا شخصيا قد يجوز اني ما احب هالنوع من الفنون، ولكن ما بيجي بهدمه من اساسه لانه فن قائم وفي ناس كتير بتعشقه. وماجد واحد منهم يعني. أيه. حد بعيد عني نص متر يعني. هلا مقطع منا، بدك تقول مقطع منا ماجد؟ سمعها لكم، ما عنديش مشكله. هلا يلا حضر حالك، هلا بس يخلص حافظ. الو يلا بس يخلص حضر حالك، حضروا لنا مقطع من لما بضمك على صدري شباب. ولكن انا بس يلي عم جربت صور عليه بمحل معين، انه يا عمي عندنا اغنيه لبنانيه ولا ارقى من هيك، عندنا التراث ولا ارقى من هيك، مش معقول انه افتح 60 اذاعه وتلاقي مش عم تسمع الا هول الاغاني. طب ما انا عم بنسم يعني بالاخر، ومن الاخر بنلوم العالم. هي نجحت. ايه نجحت. انت مالك؟ ما هي نجحت. لا ما قصدي شو انت مالك يا عمي، احنا مش السؤال تنجح ولا ما تنجح، نجحت. انا بقول نجحت وكل العالم بتقول نجحت اكيد، ولكن هل صار الفن محصور بهذا اللون؟ لا ما حدش قال كده، لدرجه انه يختفي تراثك، بطل تسمع فيروز. يعني خليل عم يقصد وديع. التوازن. لا بطل تسمع ام كلثوم. ما انا هقول لك، ما هو دي وينهم، ما هو الجمهور، الاذواق مقسمه. اوكي. مقسمه بمعنى يعني الفن الشعبي في مصر مثلا ما حدش يقدر يتخلى عنه، كويس؟ يعني في نجوميه عبد الحليم حافظ الاسطوره، كويس؟ أوكي. ظهر الاستاذ احمد عدويه. صحيح. كويس. صحيح. وكان منافس، وكان لدرجه ان هم قعدوا مع بعض. أوكي. كويس، قعدوا مع بعض وقالوا لا انت الشريط بتاعك، كان وقتها ما فيش سيديهات بقى، الشريط بتاعك الالبوم بتاعك ينزل في وقت غير الوقت بتاعي، بيقسموها مع بعض. طيب. لانه خلاص فن. انا رح اسالك سؤال. فن ولو ناسه، زي الافلام، خلينا كف زي معنا. الافلام السينمائيه، في افلام شعبيه وفي افلام مش شعبيه، وفي افلام لثقافات، وفي افلام معقده، وفي افلام لمهرجانات. أوكي. فدي الكاتيجوري دي كلها لارضاء الاذواق، السوق مليان. صح. ما اقدرش. صحيح. في العامل، في المثقف، في الدكتور، في اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب، في هو واحد ماجد. انا كثير اللي عم تقوله صح، ولكن في كمان من لوم الاعلام، من لوم الاذاعات، انه اوكي مثل ما بتحط هيدا النوع من الاغاني كمان تسمعنا. صحيح. تسمعنا فيروز وام كلثوم، يعني في انا بس بدي اسال سؤال. في جملة بتقول ضل تذكرني وتذكر طريق النحل، وفي جملة بتقول ناولني الشنكليشة لأنه يعني منقول إنه في أذواق. صحيح في أذواق، ولكن إذا الفن شو الهدف الأساسي؟ الفن حضارة الشعوب، صورة الشعوب، جمالية الشعوب. أنا ما عم أقول إنه ما لازم يكون، يا أخي بلا، لازم يكون في هيك أغاني. بالنهاية يلي بده يرقص بمحل أو نايت كلوب ما رح يجي يحط مثلا فيروز ويرقص عليها، أو مع انه في بارت رائس منها. يا اخي استثمروا، ارجعوا عايشوا على هالثقافه يلي عم تضيع من عنا، هيدي كل الفكره. بما انه وخلوا لنا كل الثقافات، ما في مشكل. انا بوافقك الراي ماجد. يلا كنت هيك محمس، بدنا نسمع مقطع منها. اه ماشي. تحيه منك. الو الو. وانا لما بضمك عصدي شو بحس الدنيا صغيرة، حاسس حالي ملقت الفوق، ما في بالعالم غيري، لما بضمك عصدي شو بحس الدنيا صغيرة، حاسس حالي ملقت الفوق، ما في بالعالم. شكرا لك ماجد، بس كرمال هيك نريحك يعني. بس حتى وضح رابع شغله، لانه حتى ما يفهم تفهم القصص غلط. الاغنيه ما حدا بيشارع او بشك بانه الغنيه كسرت الدنيا، هذه هي العباره. ما حدا يفهم انه عم نقول هذا الشيء منه حلو. لا وضحت. لا هذا الشيء حلو، ولكن بليز حافظوا على اللي عندنا بمقابله، لحتى بس يضل عندنا، يضل عندنا ثقافتنا بس. وضحت الصوره اكيد. دقت ساعه هلا القصير لنشوف عصفور. اوكي ماجد، شو بتقول الساعه لوين؟ نفذ. مش
كده ولا ايه؟ ايه ولا. ثم اعترض. تفضلي يا هلا. نفس ثم اعترض. بدنا ضلنا باجواء اذواق الاغاني، بدنا منك مثلا كلمات اغنيه بوس الواوا، تغنيها مقطع صغير بطريقه هيفا، ترجع تعملي فيرسيون ثاني هيفا تحديدا هيفا يعني. وبتعملي فيرسيون ثاني على هالا القصير بطريقتك انت. اوكي نعمل هيك توازن بالكلام. وانا هخش معاكي في المسابقه دي. ماشي، انا هخش معاكي في المسابقه دي. يلا اوكي، تصوروها مسلسل دغري فرد مره. اخش معاكي في المسابقه دي، اتفضلي. اوكي خش. بس اتذكر الكلام. ايه يا من ذكرك. اي ذكريني ليك الواوا. عم تغنية عم تغنية ليك الواوا، بوس الواوا، خلي الواوا يصح. لما بست الواوا شلته صار الواوا بح. صوت ليك الواوا، بوس الواوا، خلي الواوا يصح. لما شفت الواوا وبسته صار الواوا بح. ليل ليك الواوا، شوف الواوا، خلي الواوا يصح. لما شفت الواوا وبست صار الواوا بح. ليك الواوا، شوف الواوا، خلي الواوا يصح. لما شفت الواوا وبست صار الواوا بح. قربك خلي تخش معه بالمسابقة. شو بدك تقول؟ في أغنية مصرية مشهورة جدا اتعملت في فيلم إسماعيلية رايح جاي، اللي هي بتاعت محمد فؤاد، محمد هنيدي. أكاتشي كادري في القلولو. فأنا ممكن أقولها بس بطريقة فريد الأطرش. يلا أوكي أوكي. بس بدك تقول كمان يعني نسخة صغيرة هيك نسخة. لا ما أنا هقول، ما أنا هقول نفس الكلمات. يلا أوكي. الو أكاتشي كدري في القلولو كمان أنا حب فايزة وحب لولو كمان أنا يا الدنيا نفسي قلقة نفسي واتحبب وبين وعندي فلوس كتير 60,000 جنيه وعندي دش مع الموبايل والحتة الكوبي والحتة الكوبي. شكرا. عم يبكي خليل. عم يبكي. لا حلوين، هيطلع حلوين، هيطلع حلوين طبعا. أي أي فيرسيون حبيت استاذ زياد؟ لا ناجحة جدا. على هالة ولا على هيفا؟ لا على هالة أكيد. مكملين هالجلسة الحلوة، رح نحكي أكثر عن الدراما وعن الموسيقى والفن، لكن اسمحوا لنا نتوقف مع فاصل إعلاني وبنرجع. بين إنه في ثلاثة، في مشاكل أنا وثلاثة يعني. جابوا لي اخرتي. جاي من مصر يعني؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ما بيقدر يختفي. انا حر. اهل الهوى اسمعوني اسمعوني
عشقنا عشقنا يا ما عشقنا وشربنا شربنا سنين شربنا من الهوى شربنا شربنا سوا ودوبنا يا ما دوبنا يا ما يا ما يا ما دوبنا وتعذبت قلوبنا شكراً على هالصوت الرائع والأداء الأروع. أخذتينا هيك على حالة من الحب، ها؟ حركتي فينا كل المشاعر. بدنا نحكي عن الحب أستاذ زياد. شكراً. شو رأيك هيك ننتقل هلأ للحب للغرام؟ معنا عنا قصة وقصة حب. بما أنه هلأ قصة حب، نائل حرب رح يغرق بالحب لشوشته بذات الوقت. ماجد المصري عم يتنقل من دور لدور وهذا شيء كتير صعب وكتير قاسي بنفس الوقت. ليه قصص الحب هي اللي عم بتبيع؟ أي متى بدنا نقرب، يعني الدراما اللبنانية بدها تقرب من الواقع مثل ما هو؟ لقلك شو، أول شيء كل ما يتعلق بالرومانس هيدا مش بس عنا، بس قصص الحب بتبيع، هيدا بالعالم كله. صح. دايماً وقت يكون في خط رومانسي أساسي بالعمل هو اللي بيستقطب المشاهد أكتر شيء. هلأ ليش ما عم نلامس الواقع؟ نحن حاولنا واشتغلنا وبعدنا عم نشتغل، يعني نحن عملنا كتير أعمال فعلا هي من الواقع اللبناني، بدءا بلا ذاكره اللي بيتذكروه، كتابه شكري انيس فخوري، وبيحكي عن الفساد وعن السياسيين وغيره، وصولا للعائده، وصولا لاولاد البلد. العائده كمان شكري انيس فخوري، اولاد البلد جريتا خصيبه كتبته، اللي كمان بيحكي كل المشاكل بالمجتمع اللبناني من سياسيه وطائفيه ومذهبيه وصراع الطوائف وغيرها. هيدا النوع طبعا بده يكون في كمان خط اساسي، بده يكون في علاقات انسانيه، بده يكون في قصه حب، تيكون في له مطرح، لانه عمل
يكون اجتماعي صرف او سياسي صرف رح يكون عمل ناشف وما رح ياخذ يعني يمكن حقه. بظل هالاسوء اللي عم نعيشها بالعالم العربي عم نهرب على الرومانسيه عم نهرب على الكوميدي على الكوميدي وعلى الرومانسيه حتى بنلاحظ بالبرامج الفنيه بالمغنى بكل شيء يعني الناس عم تهرب من البرامج السياسيه تروح على البرامج الفنيه مدير رسالة تهرب من الاغنيه الحزينه تروح على الاغنيه الفرحه يعني كانه مدير رسالتكم انتوا ان انتوا بتخففوا على الناس الاعباء اللي هم يعني النشره الاخباريه لما بتيجي وبتنقل الاحداث الواحد بيبقى قاعد مش عارف يعني مكتئب عارفه ازاي بتحصل له حاله اكتئاب فما بيبقاش كل حاجه عن الاحداث بنعرف الاحداث وانت بتعملي دورك انا بعمل دوري استاذ زياد بيعمل دوره استاذ خليل لا يعني كل واحد بيعمل دوره في منطقه معينه احنا يعني احنا كاعلاميين في الاخر احنا بنحاول نخفف على الناس احنا لينا رساله معينه مش ان احنا نشتغل وخلاص ونضحك الناس بلا هدف لا نضحك الناس بخفف بنعيش الناس في القصه بنعيش الناس في موضوع جديد بيسمعوا مقطوعة ليها شكل وراقية بيسمعوا طبعاً. صوت جميل فكل ده بياخد الناس من الهموم اللي هي فيها صح وهي كتيرة بالعالم العربي بالضبط كده وهي ماجد مؤخرا أستاذ ماجد لو سمعتي بس عشان أستاذ ماجد عشان تحافظ على طب اوكي جو روماني ماجد لنقلب على الرسمة لكن طايت لي ايوه ربع نعم مدام ربع الستي ربع لو سمحت الستي ربع لو سمحت استاذ ماجد مثلت لا احنا اخوات والله انت سيرين عبد النور ميرفا القاضي حبيبتي هيفا وهبي كلام على ورق حبيبتي طبعا ثلاث ممثلات جميلات جدا نادين الراسي اخيرا يعني نادين الراسي هلا لانه بعد الناس ما شفتوا هو بحط شرط بالاول بتحط شرط انه تكون ممثله زي القمر ما اشتغلش هيدي مشكلته طيب سؤال عن جد هو انه اذا ما كان في كيمستري يعني كيمستري بمعنى مش ضروري يكون في حب او كيمستري معينه طبعًا بينك وبين طبعًا الممثله طبعًا خارج الكاميرا مش ممكن تخلق او بينجح الثنائي امام الكاميرا لازم وهل بالضروره تكون جميله لازم يكون في كيمياء فعلا فعلا عندك حق سيرين وهيفا وماجد المصري وعابد الفهد احنا الاربعه مواليد برج الحوت اوكي فاهمه الموضوع انا 19/3 يعني ممكن تغنوا لي لو عايزين يعني لو عايزين احنا لسه في شهر مارس يعني في احتفال على شهر بالضبط احتفال مش عايز هدايا مش عايز هدايا ممكن شيكات مفيش مشكله اوكي فهنا الكيمياء على طول في ثانيه كنا اصحاب اوكي اول مره كنا نشتغل انا وسرين وعابد مع بعض في لعبه الموت في نفس اليوم يعني مش عايز اقول لك بقينا عاملين ازاي مع بعض حلو هيفا طبعا انا اعرفها من زمان بس ما اشتغلناش مع بعض وبعدين احنا برج الحوت دايما بيتحسس اللي موجود عارفه ازاي بيعرف ان كان هيبقى فيه كيمياء ولا لا يفضل ان يحصل يفضل طب يفضل تكون جميله لتقدر تعطي وتفيض بمشاعرك على الشاشه جميله في الفن اذا كانت لا اذا كانت عن جد الممثله غير جميله وانت عندك دور بدك تلعبه حب وغرام وهيام لا صعب صعب. شو يا استاذ زياد؟ لا يعني حظه بيسوا الصخر كلهم طلعوا له حلوين مضبوط في حاجه غلط في الدراما في حاجه غلط بأساس في الدراما انت عندك مشكله فيها بأساس الدراما يعني 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 ايه احب واحده لا طب وليه يعني ليه المنتج على اساس انا هينتج لها اصلا يعني لا الا اذا كان الدور لا 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 لو الدور يعني يتطلب ده عشان حاجه معينه ده موضوع ثاني بندفع الشفقة من دفع ميريل ستريب ما كانت جميلة الجميلات ولكن عندها شخصية فظيعة على الشاشة اوكي المهم تكون جميلة في فنها اي حلو صلحتها هلا يا استاذ مش صلحت ليه لا فعلا جميلة في فنها حسوا عم يكذب خليل مش مرتاح لك مساحة خليل تشترك انت واهلا بتدريب وتعليم ضمك قصدي حدايا تشترك خليل انت وهلا بتعليم اصول الغناء اشتركت او علمت ب او ما بعرف يعني كنت بمشارك باكس فاكتور بذا فويس وبستار اكاديمي وهربت صح؟ وفي ذا فويس انسيتي وفي كذا في كذا محل لا مش قصه هريبه هي انه ما جابوا لي اخرتي مش لهالدرجه بعدك باول عمرك يعني مش لهالدرجه بس انا ما بحب انه الانسان فات بشغله يعني اذا وصلتي هدف معين بحس الاستمراريه بذات المحل بحسها شوي هيدا الجمود بحسه الانسان عم يرجع لورا يعني انا بحالتي انا لليوم قادر اعطي قادر لحن قادر وزع قادر اكتب قادر غني بفضل اني استثمر الوقت بهالمجال هيدا اكثر ما انه اكون عم علم لانه ما في اكثر من الناس اللي عم بيعلموا فحلو واحد بغنوا كتار لا بكره نحن كثير اصحاب يعني بس لعتها
ففي كثير ناس قادرين يعلموا، وفي كثير ناس بركي لانه التعليم بحد ذاته موهبه، يعني بده يكون عندك كثير صبر، بده يكون عندك كثير جلي على التعليم. اللي 10 سنين بعلم، علمت 10 سنين خلص بتصور وصلت رساله حلوه، لازم اوقف قبل حتى صحيح. طولت بالك والله. هلا ذا فويس، كنت انت فنانه قبل ذا فويس يعني، وكنت معروفه بسوريا، شو قدم لك؟ قدم لي انتشار عربي اكيد، قدم لي فرصه كبيره لحتى اغني على المسرح اللي كثير مهم، الاغاني اللي انا بحبها. يمكن كنت مجبوره انه احيانا الجو بيفرض عليك نوع معين من الاغاني، اكيد ما كنت غني الاغاني الهابطه، لكن كنت حب انه الاقي الناس اللي تسمعني وانا عم غني الاغاني الطربيه اللي كثير قريبه مني. حلو كثير، فهيدي يعني الرساله وصلت من خلال مسرح ذا فويس. استاذ زياد شويري، لو انا رح افتح لك ثلاث صور، لو انا عابد فهد، لو انا رولا حمادي، لو انا وسام حنا، ثلاث ممثلين اشتغلوا بالدراما اللبنانية والسورية ومعروفين، لو أنا واحد من هالثلاثة بدك تختار اسم وتقول لو أنا حدا منهم مين وشو اللي كنت ما بعمله؟ هلأ بيّن أنه في ثلاثة، في مشاكل أنا وثلاثة يعني. لا ما في مشاكل أنا وثلاثة. أوكي. بس أنا رح أختار عابد، أنه أكيد لو أنا عابد فهد كنت تعطيت بالموضوع اللي بيتعلق بمسلسل علاقات خاصة، لأنه معروف أنه عابد وقع عقد معي بعلاقات خاصة بطريقة مختلفة، لأنه التعاطي لم يكن، شو كان إذا بتعطيه وصف للتعاطي؟ شو لا أنه لم يكن بطريقة محترفة، يعني عابد فهد ممثل محترف ولائق وبيعرف أنه يعني الامور بتنحل بطريقه مختلفه، مش بالطريقه اللي عملها هو. شفنا باسم ياخور يعني محله لعابد. لا هلا نحن ما مش ضروري محل عابد، لانه نحن كان في عده اسماء مطروحه ونحن صار تبديل بالادوار. ويعني حتى كان في ممثلين كان مفروض يكونوا معنا، رجعنا اتفقنا نحن وياهم، كانوا بقصة حب مثل باسل خياط. أوكي. صار اتفاق أنا وباسل أنه ينتقل من علاقات خاصة لقصة حب، ما إلى علاقة هذا الموضوع، بس بعتقد أنه واحد وقتها يلتزم مع ناس أخلاقيا ومعنويا قبل العقد المكتوب، يعني في عقد مكتوب بس أنا هذا ما بهمني لأنه ولا مرة بتطلع بالعقد، وقتها يتفق مع ناس وينشغل كل الأمور على هذا الأساس ما بيقدر يختفي، بيسكر خطه وبيختفي، هيدي المشكلة. ممكن ترجعوا تتعاملوا سوا؟ ايه ده طبعا، يعني أنا يعني هلأ الناس كبروها وقضاء وزياد شويري يدعي، يعني أنا بالنتيجة معي عقد ونسيته، جوزناها. أوكي. ماجد المصري، أنت صرحت قبل أنه برفض بناتي، مع أنه عندك بنت موهوبة تمثيلياً يعني يدخلوا عالم الفن، ولكن الصبيان ما عندي مشكل خالص. شو لي حق للشاب ما لا يحق للبنت؟ يعني أنا حر. أكيد أكيد أنت حر. أنا حر، بس بنحب نفهم ليه. لا يعني انا عايش النهارده بكره مش عايش، ما يعني كده كده. لا البنت تخلص تعليمها تتجوز يعني تشتغل، بس يعني انا ما احبش ده، مش معناه ان يعني، بس انا ما احبش يعني عارف ليه، خوفا عليها، خوفا من هيدا العالم. لا مش لدرجات يعني، معلش سبق وقلت يعني انه لا سبق قلت هيدا عالم شياطين. صراحة الشياطين موجودين في كل حته، فما حدش عارف الزمن اللي جاي ايه. والله اعلم، ربنا ما اعرفش يعني، انا عمري قد ايه ما اعرفش، الله اعلم. اوكي. فانا هحافظ على ايه؟ انا مربي كويس وكل حاجه، بس يعني لا انا يعني انا ما احبش، لا ما اقدرش، ما اقدرش خالص، ربع مستحيلات ابدا، لا يمكن. شوفي استاذ خالد يوسف، تامر حسني كان عايز مهيتاب في 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 في, في مسلسل مع خالد يوسف، قال لي يا ابني سيبني، يا ابني محمد سامي المخرج يا ابني مهيتاب دي حد انت هتكسر، اقول له انسى لا يمكن، ويا مالهاش راي، الراي راي، مش الكلام ده خالص. قمع يعني دكتاتور حضرتك؟ لا مش دكتاتور، معلش كده احسن. خلص نحن على كل حال نحترم رغبتك، وكل انسان حر بحياته، بس كمان حلو نعرف هيدا الشيء. بس لو فلوس زياده يعني ممكن افكر. دقت ساعتك ماجد المصري، خلينا نشوف. يلا يا عصفور فرجينا لوين هتظبط معه عقرب الساعه. شو قولك؟ ما والله رحت، لا مو شاطر، مستحيل تزبط. ماجد نفذ ثم اعترض. بدك تاخذنا هلا على مصير حضرتك من طنطا؟ يلا جاهزين؟
جاهزين؟ يلا شو استاذ زياد على مصر؟ يا بنت السلطان والصبايا الو بنات السلاطين ناطرينك، بنات السلطان. انتوا لسه جايين من مصر ولا هلا على ذوقك انت رستق القبور يعني. الحمد لله على السلامة. مش عاملة ايه؟ اخبارك ايه والله؟ ايه اخبارهم في مصر؟ الحمد لله. الحمد لله. اه هنا ثلاثة في بيروت صح؟ اه انت ليكي بوسة خديها برضه عشان ما تزعليش. اه. انتوا جايين من مصر يعني؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ وانت؟ ها؟ شو بيضرب؟ اقعدوا ايه؟ لا ارقصوا وانا هغني، اتفضلوا. هنقول حاجة الأستاذ الكبير عم الأغنية الشعبية في مصر الأستاذ أحمد عدوية. سيدي أيوة. يا بنت السلطان حني على الغلبان المية في ايديكي عدوية عطشان يا بنت السلطان حني على الغلبان المية في ايديكي عدوية عطشان على كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية ببص عليكي يا فرطة وأنا ناس يا بص عليكي يا فرطة وأنا نام اديني اديني أكتر المية بإيدك صور اديني اديني أكتر المية بإيدك صور محسوبك عدوية حب اسكندرية وكايرو دي بلدي والدول العربية اديني اكتر المية وايدك سلطان وكراسي يا معلمة على عيني يا معلم والشيشة يا معلمة على عيني يا معلم وكراسي يا معلمة على عيني يا معلم والشيشة يا معلمة على عيني يا معلم اهلا بسعادة البيت محدش بيشوفك ليه اهلا ست الهالم يا ما كتير وهوالم اهلا بسعادة البيت محدش بيشوفك ليه اهلا بالست الهالم يا ما كتير وهوالم ويلا يلا 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 يا مزيكا رقاصي شوقي حبيبي يا عيني يا مطلع عيني بتاتيب بتاتيب رقصني اهو تلاتة تلاتة بس يا ريس علمنا الرقص ويلا يلا 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 اسمعوني على مصر يا جماعه برافو برافو لو
وعمل لي مشاكل عجيبه جدا وبيتكلم باسمي مع الناس. يعني ما بتحرز زي دي العمليه او الشخص اللي جاي لعندي يكون عارف اصلا شو رح ينتظره؟ لا عالبال 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 يا عصفورة النهراي يا ملوني يا مكحل العينين عالبال ولكسر لي عهالمفرق تلات ايام ما كنت استهدي عبيتك هواي يا عصفورة النهار صار لي تلات ايام وما كنت اعرف نام صار لي تلات ايام وما كنت حفرة خيال الشمس عالمفرق ورف الإحساسي الإجت فرق وما استهدي بيتك وايقين لبحارة الفوقى ولبحارة التحتى ولا عالعين تخمي طلوا نسم يا هوا بلادي بين ربوحنا حلوا ضحكة زهرات الوالي نسم يا هوا بلادي والبين ربوحنا حلوا ضحكة زهرات الوالي غنينا عالميات تلاقينا وعالأغصان ما حلوا إنسانا نحن حكايات ببال ومنا نغمات موال نحن حكايات ببال ومنا نغمات موال
نسمات حلاله بين الغابات بينادي لما نسمات بلاله بين الغابات بلالي أطل حبابنا أطل الله ذكرنا مع هالاصوات الرائعه والاداء الحلو يعني في احلى من هيك بروفا بس خلينا نقول الله يخليك الصندوق الاسود عصفور نطع الصندوق الاسود استناولنا سؤالين من الصندوق الاسود لنشوف هالسؤالين لمين بده يطلعوا ثلاثه رح يزم اثنين رح يزمطوا واثنين رح ينسالوا بهذا الوقت بدي اسالك خليل انت بتقول انا ما بلحن لمين مكان يعني ممكن ترفض طب هذا الشيء ما بياثر على عملك كملحن انه تكون هالقد انتقائي طب انا ما ولا مره قلت انه ما بلحن لمين مكان لا انا قلت بس ان يكون مقتنع بالعمل اللي عم اقدمه والشخص اللي جاي لعندي يكون عارف اصلا شو رح ينتظره بس هذه هي الفكره أنا مني انتقائي أنا عملي بيفرض طبيعة أشخاص معينين بيفرض فنانين معينين هذه هي الخبرية كلها أوكي لمين برأيكم الصندوق الأسود؟ السؤال هو لماجد المصري ماجد انحكى بالإعلام عن خلاف بينك وبين باسل خياط هلا هيدا الشيء رجع توضح من خلال الأستاذ زياد أول شيء بسبب اسمك وضع اسمك قبل اسمه بالترتيب بالشارع وبسبب تخصيص غرفة خاصة لحضرتك وما تخصصت لباسل شو حقيقة هالخلاف وهالموضوع أنتم موجودين لتوضحوا أنا يعني أخلي الأستاذ زياد بقى يقول عشان يطلع فيه ويضحك الحقيقة يعني عشان أنا ما بفبركش كلام من عندي هو حيقول لك الحقيقة هو يقول لي طيب أوكي بجير السؤال لإلك لا ببساطة يعني ما بتحرز هيدي العملية أول شيء العلاقة بين ماجد المصري وباسل الخياط أكثر من ممتازة يعني بتعرفي في صعوبة وقت يكون في نجوم بذات العمل ولكن كان الجو من النهار الأول سلس جدا هذا الكلام اللي طلع أكيد منه صحيح هو كان الأوردر لماجد كان عم بيصور ماجد وفي بعض المشاهد لباسل بهذا النهار فكنا عم نصور بفندق اوكي وبطبيعه الحال لانه الاوردر من الصباح للمساء في غرفه مخصصه لماجد بعدين التغيير اللي صار انه صار في اوردر مسائي لباسل وهيدي اللي عملوا لها ضجه هو باسل قال اذا في اربع خمس ساعات راحه خليني اروح ارتاح بالفندق عندي وبرجع بجي فكبروها وضخموها ولا لحظه كان في خلاف على لا اسماء ولا ادوار ولا شيء من هالنوع بقى أوكي. الموضوع جدا سهل واحيانا بصير اخطاء من الانتاج ما بيستدركوها بس ما يعني كل اللي انحكى ما صار انا لا عرفت انه ماجد كمان استدرك يعني وتصرف برقي يعني كثير بهذا الموضوع لانه انسان راقي وطبعا تحيه لباسل خياط بتعرف ليه عم بسال لانه بتفتح المواقع بتفتح يعني الصحف بتلاقي هذا الخبر مكتوب فانتوا اثنين موجودين هون ليش ما بنوضح يعني دايماً مش غلط يعني دائما المشاهير دائما انه بحبوا يركبوا اخبار يتابعوا اخبارهم يعني هيدي بنواجهها دائما هلا حلو تبسيط الامور مش غلط استاذ زياد لكن السؤال الثاني لك هو انا جاوب عليه هلا انت شفت روحت سؤال استاذ زياد يقال انه البعض بيتهم اونلاين برودكشن انه بتميز بالتعامل ما بين الفنانين على اساس الجنسيه يعني الممثل المصري بياخذ حصه الاسد الممثل اللبناني اقل يعامل كمان حضرتك موجود لتوضح هالشيء أجاوب فيك تجاوب؟ أنت ما جاوبش أنا هذا منين جايبه عصفور هذا السؤال؟ من الصندوق الأسود لا أنا أقول لك على حاجة مع احترامي طبعا لشركة أونلاين الأستاذ زياد شويري وكل النجوم اللي موجودين في أي عمل بينتج هنا يعني معروف كل واحد اسمه هيبقى فين لأن معروف كل واحد هو مين وضعه إيه أوكي الفايده من المختلط الفني اللي احنا بنتكلم عليه ده ايا كان بنجيب مثلا فنان او فنانه من مصر وبتيجي هنا وبيحصل مثلا فنانين من لبنان ومن سوريا وبيحصل الخلطه اللطيفه دي صدقيني التبادل الثقافي ده بينتج عنه عمل ناجح ومثمر ومشبع للمشاهد عارفه ازاي
حكاية التميز هنا لن يستطيع أي منتج على وجه الأرض إنه يميز حد عن حد، لأن معروف كل واحد قدره الأدبي فين، ولأن ده بيبقى مذكور ومكتوب في العقود اللي بتتعمل. فدي حاجة مش بإيد المنتج، لا يمكن لا يمكن، لا في الدور ولا في ترتيب الأسامي ولا وضعها ولا حجمها، لأن دي كلها اشتراطات والشركات المتعاقدين. احنا بنقعد انا استاذ زياد او انا او اي منتج وبنتفق كويس، فبيبقى معروف، فدي ما فيهاش انه ينصف حد على حد، لا لا خالص. انا عادل واجب، انا دايما يعني بس توضح هاي الصوره، دايما الاعمال اللي عم بعملها هي اكثر من نصها اعمال لبنانيه، وبالتالي انا اللي عم بعمله انا ماني منتج عربي. في البعض بيقولوا زياد عم عامل منتج عربي، لا انا منتج لبناني وعم بعمل اعمال إلى طابع عربي، لانه خدمه انا بعتبر هيدا خدمه للدراما اللبنانيه عم نقدر ننشرها. انا وقت استعين بنجوم مثل ماجد ومثل باسم ياخور ومثل باسل خياط وغيره من الاسماء الكبار، انا عم بعمل دفع للدراما اللبنانيه للانتشار تيتعودوا على هيدي الدراما بمصر وبالخليج ووين ما كان. فهيدا الامر بعتقد انا شغله ايجابيه، ولازم يعني مثل ما انا عم بستفيد منها عم فوت الدراما، انا بعتقد كل المعنيين بهذا القطاع من ممثلين وغيرهم هن مستفيدين. انا اول عمل لبناني بيطلع على قناة مصرية كان عمل لإلي، وبالتالي هيدا نجاح لكل الدراما اللبنانية طبعاً. وطبعاً أنا مجبور استعين بأسماء كبيرة، إذا بدي أفوت على مصر بدي استعين بماجد، بدي استعين بأحمد زاهر، بدي استعين بأسماء كتير تقدر أنا نسوي هيدا الإنتاج ونستفيد كدراما لبنانية وتنتشر. طبعاً وهيدا الشيء يحسب لإلك. فكرة الصندوق الأسود خلصت، ارتاحوا. بدي استقبل مدام ياسمين بربيل المدير العام لشركة نسلي بلبنان. أهلا وسهلا فيك مدام ياسمين. مرحبا، نورتينا. مرحبا خطير، مرحبا هلا. أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ مرحبا بسيطة. ياسمين، ببالي كتار جملة معنيده كبروا الأولاد صغار بتغزوا هيدي هيك اللي بتلعب على النوستالجي كمان. انتوا احتفلتوا قد ايه عمره نيدو؟ قد ايه صار هلا 70 سنة. وشو عاملين بهالمناسبة؟ لطالما كان نيدو جزء ما بيتجزأ من الغذاء الصحي سليم للأطفال بمنطقتنا بالشرق الأوسط وبالعالم، وللاحتفال بهيدي المناسبة وبأعوامنا السبعين حبينا إنه نضع هالمساهمة بإطار أكبر وأعمق مثل ما بيقولوا، لنترك انطباع وأثر إيجابي بحياة الأطفال بمنطقتنا. مشان هيك حبينا إنه نقدم حليب نيدو المدعم للأطفال المحتاجة. فمنشجع كيف يعني الأطفال المحتاجة؟ رح أقول لك، بنشجع الكل ياخذوا المبادرة البلاج، لأنه لقاء كل مبادرة من أي طرف رح نقدم 7 أكواب من الحليب نيدو للأطفال المحتاجين. ونحن عنا هدف نجمع 1,000,000 مبادرة لنقدر نجمع 7 ملايين كوب من الحليب ونقدمهم للطفل محتاج للتغذية أو للأطفال. يعني الأطفال الفقراء الجوعانين exactly. يلي ريلي بحاجة لتغذية ومنا متوفرت لهم. سو إن شاء الله ابتداء من شهر تموز بدنا نبلش نوزع بهاي الأكواب الحليب. بس في شيء عم تعملوه على الآيباد عندكم أو ما يعني كيف هو الابليكيشن؟ بليز اشرح لك انه نحن عندنا عدة طرق لحتى كل فرد من المجتمع ان كان الامات الاباء الصبايا والشباب اي حدا متاح له انه يشارك بهالمبادره لنحقق هدفنا 1,000,000. اوكي سو يا فينا نفوت على الويب سايت needolove.com. فحلو انه اتس فيري ايزي، بنحط البيانات فول نيم اذا بتحبي رابعه اوكي يا بدك تاخذي البلدج معنا. اوكي والإيميل. أوكي بهيدا الوقت إذا بدك تحكي شيء ومن كمان ومنحط الكونتري مننقي إيد عليها هارت شي نعمل سبميت بطريقة كتير سهلة بوان كليك منكون حضرنا 7 أكواب حليب لطفل بحاجة للتغذية. another way هي على صفحتنا على الفيسبوك نيدو أرابيا كمان منروح على أخذ المبادرة وشي نعمل سبميشن منكون أمنا 7 أكواب okay. حليب هون منحط اوكي
بعدين بننقي ايد. يلا هدي this is the essential part. وبنعمل submit your pledge. وبنكون نحن شاركنا يعني بشكل ايجابي بهيدا الحملة. من 7 أكواب حليب لطفل بحاجة للتغذية. او فينا على انستغرام، حابة ارجيكم طريقة تانية. يعني حلو لما اي شركه ربحيه تكون عم بتشارك طبعاً كمان طبعاً بالاعمال الانسانيه. اكزاكتلي هيدا عمل خيري حابين نقوم فيه لنحتفل بعيدنا 70 سنة ونقدم حليب نيدو المدعم يلي رح نعمله على انستغرام. اي حدا بيقدر يرسم هارت. اوكي بقلم الحمرة حلو منصوره. يس اوكي هيدا قلب هلا من برنامج مع بعد بعدنا مع رابعه. ها هيدا قلبي. هيدا القلب. بنرجع بنعمل نيكست بنحط ات نيدو ارابيا. اوكي و70 وهاشتاج 70 years of love او 70 عاما من الحب. وشي نعمل اوكي شير. بهالطريقه بنكون تأمن 7 كبايات حليب لطفل بحاجه للتغذيه. حلو. وعنا كمان الكيو ار كود بنقدر نعمل سكان على اي نيدو كيس او علبه عنا بالبيت وبتاخذنا على نفس الاسلوب. ومع نيدو ربوا الاولاد الصغار بصحه. أيوه. وفرح وصاروا كبار. اخر شيء اذا عندك تويتر بتغرد انا اخذت المبادره مع اتنيدو ارابيا او 70 عاما من الحب او هاشتاج 70 years of love. حلو مدام ياسمين بربيل شكرا كثير لكم. شكرا كثير على حضورك معنا. ثانك يو على استضافتك. ماجد انت منك صحبه مع السوشيال ميديا وفي حدا انتحل شخصيتك مؤخرا؟ في حد انتحل شخصيته مؤخرا. دعيت عليه؟ لو عامل لي مشاكل عجيبه جدا وبيتكلم باسمي مع الناس وبيتكلم بيدي رايه في السياسه. والله العظيم اقسم بالله. اذاك يعني عطى راي اذاك بالسياسه؟ يعني في ناس بتصدق. يعني في ناس بتصدق. وشو صار معه يعني؟ ما فيش. انا كل ما بطلع في برنامج بقول يعني بقول يا جماعه انا ما عنديش صفحه على الفيسبوك. انت ما عندك صفحه على الفيسبوك، عندك انستغرام بس فقط. لا فقط تويتر ما فقط بتغرد لا على التويتر. خالص خالص لان طبعا يعني انت لو كتبتي ماجد المصري هيطلع لك. انا نفسي انا مش عارف انا في انا مين مين دول. والله بس هو المشكله يعني عارفه بيدخلوا مثلا عشان يعني بيبقى كبير ومثلا عايز اعرف على بنت مش عارف ايه كلام. لكن يدي رايه في السياسه ويدي رايه مثلا في الرئيس زي مثلا عبد الفتاح السيسي يقول انا مش موافق عليه. انت ليه انت مالك؟ يعني انت بتضرني عارفه ازاي؟ اكيد طبعا ده ما يصحش عيب يعني. فكمان هيدي فرصه انه وضحنا انه ماجد المصري طبعًا ما عنده حساب الا على انستغرام. بس ان شاء الله هشتري. هشتري ان شاء الله. هشتري ان شاء الله. ان شاء الله. هلا بدنا نختم هيدي الفقره بكمان شيء هيك طربي حلو. دخيل الله ظنيتني أكسر
تكفيني بتكفيني.
فيني. في شيء مظبوط صاير هلا. هلا الظروف ما بتسمح. ما بقدرش اقول لك. نص نص. اثنيناتهم لا. بس قد ايه عمرك؟ اعترف لي 26. يا ريت بقى التورتة دي في العربية عشان ماجد بدي اشكرك كثير انك كنت معنا، بعرف قد ايه وقتك قصير، بعرف انه حترجع تصور. احنا معنا منتج ما بيرحمش. هلا لحظة، رايح على علاقات خاصة ولا قصة حب؟ ما بقدرش اقول لك. رايح عند نادين ولا عند مين ولا وين؟ على قصة حب ان شاء الله. يلا موفق يا ماجد، شكرا كثير انك كنت معنا ونعتذر على التأخير. وميرسي يعني نورتنا، دائما بتنورنا. الله معك يا يلا. اهلا وسهلا فيك النجم المصري ماجد المصري. باي باي باي. مع السلامة ماجد، شكرا كثير، شكرا. سؤال ورد غطاء بكلمة بدكم تجاوبوني على الأسئلة اللي رح أطرح عليكم. من عنا من زحلة خليل، نقول القصة أم وائل كفوري؟ بدك تنقي لي اسم. بحبهم اثنيناتهم بس وائل. وائل كفوري. إلي ماروني أو الياس سكيف؟ اثنيناتهم لا. اثنيناتهم؟ اثنيناتهم لا. لا. أخذ موقف سياسي. كاس عرق أم فنجان ينسون؟ أنا نسبة لزحلة طبيعي رح يطلع. ما هو هو اللي هو العرق اللي نعمل من اليانسون. أي ما هن نحن كمال هيك إنه مشتاقين من بعض، بس الأفضلية للعرق يعني. زياد، بنتج ما بنتج مسلسل عن الحروب الدايرة بالدول العربية، بنتج هيك عمل ولا ما بنتج؟ لا ما بنتج أكيد. ما بتنتج. لا. فيلم سينمائي لفوق سنة 18 سنة، بنتج أم ما بنتج؟ لا. 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 مسلسل لبناني لطلاب جامعات، تاخذ طلاب جامعات بس هن اللي بيمثلوا. في مشروع قيد التحضير هيك ممكن يصير هالشيء بدون نجوم. صحيح. حلو كثير. هالة القصير، مبتدئه ام متمرسه بالحب؟ انا مبتدئه ام متمرسه؟ ما في حدا غيرك بيقدر يعرف. متمرسه. بالفن انا مبتدئه ام متمرسه؟ أنا بجاوب. فيني جاوب عني؟ لا. متمرسة ونص. أنا بعتبر حالي لساتني مبتدئة لأنه لسه في كتير أشياء بتمح لها. نشكرك على تواضعك. بالحياة أنا مبتدئة أم متمرسة؟ نص نص. حلو. الإنسان بيضلوا يتعلم على كل حال. صحيح. بالحياة. أنا بدي أشكركم كتير على وجودكم معنا الليلة. أستاذ زياد شويري، يعني برنامجنا مش سياسي لنحكي ونغوص بالسياسة، بس بسألك سؤال، هل ما في عودة إلى السياسة أم في طموح سياسي؟ يعني بتمنى تجاوبني بكل شفافية. تقلك شو، ما في عودة ما في يقولها، لأنه مثل ما قلت لك بالأول دائما في حنين للسياسة، بس هلأ الظروف ما بتسمح. يعني الوضع السياسي كلنا بنعرف أنه اللي بده يشتغل بالشأن العام بده يكون في تبعية معينة لقاضي سياسيين موجودين. اللعبة الديمقراطية معطلة، ما بتسمح لوجوه جديدة وقيادات جديدة. الوضع بالبلد أكثر له طابع أمني أكثر من سياسي، وبالتالي ما في مكان هلا تنشوف. خلينا بالفن بالمرحله المقبله منشوف. خليك بالفن، والله بتنحب اكثر. باقي هلا. مبروك. اتصال اجاك من لوكسمبورغ؟ من لوكسمبورغ. من وين اجاك اتصال لعمل جديد؟
من لوكسمبورغ. من وين؟ ليه؟ لا بس في شيء في شيء في شيء مزبوط صاير هلا. ما هي هي يعني مش مش مسحه باي ذا واي. لا انا عم بسالك عم بقول لك مبروك. خبرنا. لا بس لانه هيدي في شخصين بيعرفوها بس انه انا ورابع على الثالثة ورابع على الثالثة. لا الحمد لله يعني في مقطوعات من الالبوم عم تنطلب انه تنفذ على الطريقة الغربية بس انه بس ما حدا معه علم بالموضوع. طب حلو انبسط انه نحن مبسوطين لك. هيدا الشيء ايمتى حيصير يعني اي متى رح هذا الشيء بلش بأول مقطوعة واذا الله راد يعني كل شهر رح يكون في وحدة رح تتجدد وتنعمل فيرسيون اوروبية اجنبية. حلو كثير. هيدا دليل على أهمية الشيء اللي عم تعمله خليل ونحن بنشوف حالنا بأي فنان لبناني بيقدر يرفع اسم الفن صورة الفن يعني ويجمل هيدي الصورة اللي هي أساسا مفروض تكون انه جميلة جدا. صحيح. ومنفتخر فيكم وبنقول لك ألف مبروك. نحن بنشوف حالنا فيك خليل وناطرين بعدهم ويعني من بعد بعضهم شو فيه وهيدا السيدي رح نحطه بالسيارة واسمعه هيك مخمخ عليه مثل ما بقول. خبريني على رواق بعدين. وبخبرك اكيد على رواق. هلا القصير بشكرك كثير على حضورك معنا. شكرا لك. شاركتي مؤخرا برياح البغض اوبريت رياح البغض من اخراج عادل سرحان وشارك فيه عده اصوات جميله من العالم العربي واستاذ خليل ابو عبيد. كنت شو خليل بال كذا شغله كذا شغله موسيقى طبعا التوزيع الموسيقي الاوركسترالي كله انا عملته. اوكي واستاذ عاصي الحلاني كمان كان صحيح. موجود وصوته فحلو كثير هيدا العمل. صح. كمان بحاجه لهيك نوع من الاعمال اللي بتطلع صرخه العالم العربي اليوم عبر الفن. موفقه كثير هلا القصير. بدي اشكر الفرقه الموسيقيه طبعا شباب يعطيكم الف عافيه فردا فردا على العزف الجميل. بشكر طبعا فريق العمل. بدي اشكر كمان احمد رمضان اللي دائما بيساعدنا بالبرنامج وبيدعمنا بالاصوات الحلوه والقيمة. ختامة مسك مع الصوت الرائع هالة القصير. تفضلي. وتعالى وتتعمر يا دار محمي ابراجك Sick.